بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم الحج في القرآن. استعرضنا وإياكم في حلقاتنا الماضيات كثيرا من الآيات التي جاءت على ذكر الحج في القرآن، وبين ضيفنا الكريم حفظه الله تفسيرها ومعانيها وما اشتملت عليه، ونواصل اليوم في هذه الحلقة كذلك تفسير هذه الآيات، مرحبين بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي يتولى تفسير هذه الآيات. فحياكم الله معالي الشيخ. الله يحييكم ويبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهو الكعبة المشرفة، فهي أول مسجد أمر الله ببنائه في الأرض، وهو أول المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء. فمسجد الحرام مسجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر إليها، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وقيل بناه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه مساجد الأنبياء الثلاثة التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فأول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس، شوف للناس، ما هو خاص بالمسلمين ولا بالعرب، للناس عموما. إن أول بيت وضع للناس يحجونه ويصلون عنده للذي ببكة، اسم من أسماء مكة بالباء أو بالميم، مكة أو بكة، للذي ببكة مباركا. هذا المسجد أو هذا البيت مبارك من جميع النواحي، مبارك في الصلاة عنده عن 100,000 صلاة، الطواف به، الحج إليه والعمرة إليه، كل هذه أعمال مباركة ومثابة للناس وهدى للعالمين. فالأمة الآن تجتمع حول البيت ويتعلم بعضهم من بعض ويتعارفون ويتآلفون ويتكاتفون على الطاعة وعلى الخير، ويتعاونون على البر والتقوى، وتظهر قوة المسلمين بذلك، ويتجدد الإيمان كل سنة إذا التقوا حول هذا البيت أو في خلال السنة حسب ما يحصل من الاجتماع حول هذا البيت دائما وأبدا. فهو يجدد الإيمان في القلوب، وهو يحيي ذكر الله سبحانه وتعالى في القلوب، ويربط الناس بربهم عز وجل حول بيته. ففيه أسرار عظيمة، هذا البيت فيه أسرار عظيمة عند المسلمين شيئان: القرآن وهذا البيت. القرآن فيه البيان وفيه الهداية وفيه العلم، والبيت مكان العبادة والاجتماع واللقاء الأخوي بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، ففيه الترابط والتعاون بين المسلمين والتعارف بينهم مباركاً، وهدى للعالمين لأنهم يتعلمون دينهم ويتعلمون الإخاء بينهم ويتعلمون كيف يعبدون الله عز وجل،
يلتقي الجاهل بالعالم، ويلتقي العلماء بعضهم مع بعض، ويتدارسون أحوال المسلمين والمشكلات، ويلتمسون لها الحلول إذا اجتمعوا حول هذا البيت، وهدى للعالمين. ثم قال: فيه آيات، أي دلالات واضحة، فيه آيات بينات. هذه الآيات منها مقام إبراهيم، وهو أعظمها، الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، يصلى عنده، وهو الصخرة التي كان يقوم عليها حال بناء البيت. فمقام إبراهيم، وقيل مقام إبراهيم كل الحرم، لأنه قام في هذا الحرم وعبد الله، فهو مقامه في العبادة. فهل مقام إبراهيم خاص بالمقام الصخرة الذي حول البيت، أو هو عام في كل الحرم؟ على قولين لأهل العلم. ثم قال: ومن دخله كان آمن. هذا من الآيات البينات، أن من دخله فإنه يأمن، ولو كان مطلوبا، ولو كان مطلوبا خارج الحرم. إذا دخل في الحرم فإنه يترك ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرم. كانوا في الجاهلية على كفرهم وضلالهم يحترمون هذا البيت، حتى إن أحدهم يلقى قاتل أبيه فلا يعرض له حتى يخرج من الحرم. الطيور تألف فيه، كل شيء إذا دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس، على جميع الناس، هو خاص بفئة دون فئة، ولله على الناس حج البيت، أي قصد هذا البيت والإتيان إليه لأداء الحج والعمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لهذا الشرط أن يستطيع السبيل إليه، وقد فسروه بأنه الزاد والراحلة. فمن قدر على الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا ويكفي أهل بيته حتى يرجع إليهم، ووجد المركوب المناسب في كل وقت بحسبه الذي يبلغه إلى هذا البيت، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. أما من لا يستطيع ببدنه، من لا يستطيع ببدنه ولا ماله فلا حج عليه. من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه لزمانة أو هرم، فإنه يوكل من يحج عنه حج الفريضة ويزوده بما يحتاج. من استطاع ببدنه دون ماله فلا حج عليه أيضا، من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، يعني أبى أن يحج، ومن كفر فإن الله، فإن من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما قال أهل الكتاب نحن مؤمنون، قال الله جل وعلا: حجوا هذا البيت، فأبوا أن يحجوا. فلا، قال الله: ومن كفر. فمن ترك الحج متعمدا وهو يقدر على الحج، ترك حج الفريضة وهو يقدر عليها، فإنه يلزم بها حتى يحج. وأما من تركه جاحدا لوجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بيّنتم وجليتم أحسن الله إليكم معاني البركة التي تكون في هذا البيت العظيم. كثير من الناس اليوم، ولا إن شاء الله أنهم ليسوا بكثير، لكنهم زادوا في معنى البركة، فظنوا البركة في ذات البيت، وتبركوا بأستارها وبالماء النازل من ميزابها وما أشبه ذلك. توجيهكم أحسن الله إليكم. هذا من الغلو. البركة في العبادة حوله، الطواف حوله، استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، تقبيل الحجر الأسود، هذا فيه بركة. ماء زمزم شرب منه، ماء مبارك، ففيه بركة، لكن بحسب ما ورد به الدليل. وما لم يرد به دليل فلا يفعل، ولا يتبرك بالأستار، ولا يستلم من أركان الكعبة إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه، هو الركن اليماني والحجر الأسود. وأما الركنان الشامي والعراقي فلا يستلمان ولا يقبلان، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم،
وأما الركن اليماني والحجر الأسود فهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. والسبب في كون الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان لأن قريشا لما أرادت بناء الكعبة في الجاهلية وجمعوا مالا من أطيب أموالهم، شوف هم كفار ولا يبنون البيت إلا بحلال بمال حلال، فجمعوا من المال الحلال لكنه لم يفي ببناء كل البيت، فحطموا منه الجانب الشمالي وتركوا الحجر، الحجر الآن المحجر هذا من البيت أو أغلبه من البيت، وبقي على هذا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيه على قواعد إبراهيم، فقال أنه يخشى أن الناس يشوشون عند ذلك ويقولون تغير البيت وتصرف في البيت، فتركه عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. هذا هو السبب في كون الحجران الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، لأنهما داخلان في البيت وليس على قواعد إبراهيم، وهذا هو السبب. نعم. ما تقبيل الحجر الأسود أو استلامه ووضع الجبين عليه؟ هذا سنة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، واستلمه بيده الشريفة وقبله، وقال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحجر هو من شعائر الله، يستلم ويقبل لأنه من شعائر الله عز وجل، تقبيله واستلامه ليس عبادة له، وإنما هو عبادة لله، الله أمرك بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم حلقتنا بما ختمت به هذه الآية، أن الله تعالى غني الغنى المطلق عن خلقه أجمعين، وأنهم هم الفقراء إليه المحتاجون لعبادته سبحانه وتعالى. نعم، هو كما تفضلتم أن الله غني عن عبادتنا وعن أعمالنا، وإنما عبادتنا وأعمالنا لنا، نحن الذين بحاجة إليها. من رحمته أنه أمرنا بها وشرعها لنا رحمة بنا، وإلا فالله غني عنا وعن عبادتنا. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، والشكر في ختامها ممتد إلى ضيفها ومضيفها معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فشكر الله لمعاليه هذا البيان. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.